السلام عليكم، شنو احوالكم؟ بسم الله. الصوت مساء الخير. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم. الفيديو هذا خاص بي انا، ما هوش خاص بالحكومة وما هوش خاص بالحياة السياسية. ممكن ان كلكو صورت نجمو نربطوه، معناها مساء النور يا هادي، نجمو نربطوه باللي صاير توا. قبل كل شيء اللي متبعني واللي يتفرج في فيديوهاتي ويقرأ في تدويناتي يعرف اني انا اعلنت من فترة اني ما عادش موجودة في برنامج 50-50 وفي قناة كارتاج بلوس، وبالتالي اللي باش نحكي فيه تويكا ماهوش، معناها هي مجرد ملاحظة لا اكثر ولا اقل، اقتناعا مني انه كيف ما كنت نحكي ديما دور الاعلام في الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية وفي الحياة الاقتصادية بشكل عام، دور الإعلام في معناتها صقل الذوق العام أو الهبوط به إلى أسفل السافلين. ندخل في الموضوع. ساعيك الفيديو هذا راهو باش يكون واضح، ما هوش مقصود به اسم الشخص اللي أنا باش نذكره توا، لأنه الشخص اللي أنا باش نذكره توا أنا فان في الصفحة متاعه، وانا انتبع في فيديوهاته الكل، وعلقت اكثر من مرة في صفحته تحت فيديوهاته، وحتى في واحدة من التعليقات اللي موجودة في صفحته هو جاوبني وانا عاود جاوبته، معناها دخلنا في نقاش مش في البريفي، لا قدام في الصفحة معناها متاعه في المير متاعه. اللي حابة نقوله انه اللي باش نذكره السيد هذا يتو ما عندي معاه هو كشخص حتى مشكلة، بالعكس عنده فيديوهات حلوة برشا، وعنده فيديوهات فيها أفكار وفيها اقتراحات، ومقدم روحه للمجتمع التونسي على أساس أنه هو مش على أساس، هو صحيح معناتها رجل أعمال وعنده علاقات البرة وكل شيء. فالسيد هو ما عندي ضده حتى شيء، بالعكس كامل الاحترام للمعز بن سالم. ومعز بن سالم الفيديو هذا راهو ماكش انت المقصود به اذا كان وصلك ولا عندك به اي علاقة، انا نحكي على جانب اخر اللي هو الاعلام. وكما قلت تويكا انت تعرف اني انا موجودة في صفحتك اوتون كفان، وحكينا مع بعضنا وقت مشيت درنيرمون للبرنامج وانت جاوبتني ونسيت سويت، وتعرف انت الباقي. فهني سطرت اكثر من مرة السيد معز بن سالم لا علاقة لك بهذا الفيديو، بمحتوى هذا الفيديو، باش ما يوصل لكش ملحن ولا يوصل للي فان متاعك، معناها المضمون متاعه متبدل. فأكثر من مرة هاني عودت المعني بالأمر في الفيديو متاعي هذايا هو اللي يجي ويحكي معاك أو يحكي مع المتابعين والمشاهدين والمستمعين بعد غياب، وتكون انت ديجا موجود معناتها في القناة وتقدم بروجي متاعك. انا لاني قدمت وقتها البروجي متاعي وين حقي، ويحاول انه يقنعك انك مش يحاول، هو اقنعك وكمل انك تنضم الى مجموعة لتقديم اعلام بديل واعلام يحارب الرداءة واعلام يكشف الحقائق واعلام سورتو موضوعي، باش ما نقولش محايد، خاطر صعيب ياسر باش تلقى موضوع اعلام محايد، هو مش مستحيل ما صعيب، ولكن يعني من السهل جدا انك تلقى اعلام موضوعي. وقت اللي خرج في وسائل الاعلام اول كلمه قالها قال انه ناس جاي، معناها فما مذيعات ولا فما دي كرونيكرز جايبينهم من كباريهات وجايبينهم مش معروف حتى معناها خلفيتهم شنية، وحطوهم قدام الميكروات وحطوهم قدام الكاميرات وصنعوا منهم نجوم وتسموا على قطاع الإعلام إعلاميين وإعلاميات.
قال انه كارتاج بلوس جايه لضرب كل ما هو اعلام رديء، فاستبشرت خير وتنازلت على اني نكون انا طول عمري مذيعه، معناها طول عمري انا اللي نقود الحوار وطول عمري انا اللي نقود البلاتو سواديزون، فقبلت اني يكون كرونيكوز، وكرونيكوز بهذا القدر بهذا الحجم الضئيل جدا من الظهور ومن الكلام. وطبعا انتم تفرجتوا في الحلقات وبعثتوا لي وتعرفوا معناتها لي رمارك اللي قلتهم لي، وفاجأ بانه نفس الشخص اللي هو مسؤول على قناة كارتاج بلوس يستقطب او ينتدب ناس، يعطيهم بلاتو، يعطيهم كاميرا، يعطيهم القدرة على انه يخاطبوا الشعب التونسي في ببرامج معناتها تلفزية، والمؤلم انه يقدم كاعلامي. نرجع ونقول لك معز بن سالم، راهو مش ليك الفيديو، راهو مانيش ضدك، والعيب مش فيك انت، من حقك انك يكون عندك طموح ومن حقك انك تظهر في تلفزة طون كل جيت الفرصة، فمش ضدك الفيديو، الفيديو ضد اللي يجي يبشر يعني بنوعية مستحقينها فعلا كإعلام، ويجي يبشر بضرب نوعية موجودة في المشهد الإعلامي ويأتي عكسه. بالصدفة نتفرج في أنا مش نتفرج معناتها في الميور، تعرف كي تبدأ أنت فان في باج معناتها يجيك الفيديوهات اللي تتبرتاجها في الباج هذيك، فجتني فيديو متبرتاجي على صفحة كارتاج بلوس، مع كامل احترامي راني ماني انا مشكلتي اني نقول الحق، فراه طبيعي جدا باش نحكي على حنا بعل ولا باش نحكي على نسمة ولا باش نحكي على كارتاج بلوس ولا باش نحكي على اي قناة وقت اللي نشوف فيها خلل، يعني مش لاني انا منتمية الى قناة معينة ولا الى مجموعة معينة معناتها انا ما نقولش الكلمة اللي لازمني نقولها، اللي على الاقل من منظاري انا هذيك هي كلمة الحق، وموا بالنسبة لي ممكن تكون الغيري لا ما هيش كلمة حق. فافاجأ بالفيديو هذايا الى حدود السطرين الاولانيين عادي، مواجهه سياسيه ساخنه المترشحون للرئاسه وجها لوجه مع الاعلامي معز بن سالم في برنامج مع الرئيس قريبا على كارتاج بلوس، على قناه كارتاج بلوس. الاعلامي معز بن سالم، معز بن سالم رجل الأعمال، معز بن سالم المدون اللي شفناه من عرش كانيتي النجم نطلق عليه معناها مسمى مدون، معز بن سالم اللي هبط في الفيديوهات وعنده أفكار حلوة على الأخر في الجانب الاقتصادي وتبارك الله عليه، معز بن سالم اللي يسعى لتحسين تونس كشاب معناتها وعنده آفاق كبيرة وعنده علاقات وأنسيت سويت. اليوم تسمح لنفسك يا من جيت وانقدت على على ذبذبات الإذاعات الكل وفي كل اللقاءات اللي قمت بها وفي كل التصريحات اللي قمت بها، انقدت من يطلق عليهم لقب إعلامي وهما لا يمتون للإعلامي بصلة، كيفاش معناتها؟ كيفاش أمس انا واحدة من الناس اقتنعت وصدقت وامنت ووخرت هبطت نتسمى معناتها في سلم التقديم بعد بريسك 19 عام تقديم، قبلت ان يكون كرونيكاز مع مجموعة انت تعلم جيدا رأيي في واحد منهم، وهبطت رأيي وكتبت هالتدوينة واعلمتكم بالرأي هذايا، وقلت انه اذا استمر هذا الاسم انا مانيش باش نستمر فيه البرنامج، وانسحبت من الجروب وانسحبت من كل شيء وسكتت. لكن اني نشوف اليوم تأتي ما كنت تنادي بعكسه فهذا لا يبشر بخير، لاني وانا يمكن تكلمت الكلام هذايا واصريت اني نعمل الفيديو هذايا رغم انه مش باش يحل علي ابواب جهنم، معناها يعني باش يقطع اخر عرق مربوط ما بيني وما بين الاعلام، معناتها يعني اخر شعره مربوطه ما بيني وما بين الاعلام التونسي، اما في سبيل اني نوصل قناعاتي
ونوصل اللي نحس بيه من قلبي، ما عندي حتى مشكلة. آمنت وصدقت وتفرجت بعز وبافتخار وقلت أخيرا فما إعلام بديل. فوجئت بحاجات، المجالس بالأمانات عمري ماني باش نحكي عليها، فانسحبت بهدوء وبصمت. ولكن وقت اللي أفاجأ تويكا بإطلاق لقب إعلامي على رجل اقتصاد أو رجل أعمال أو وناجح وكما قلت عنده أفكار وعنده تطلق عليه لقب إعلامي وتعمل له برنامج وتعطيه كاميرا باش يحاور شخصيات سياسية، فيا سيدي أنت لا تختلف في شيء عن سابقيك، ولا تختلف في شيء عمن نقدتهم، ولا وإعلامك وإعلامك لا يختلف في شيء عن إعلام الفهري أو إعلام القروي أو إعلام الجمبري أو إعلام المدارس الإعلامية اللي موجودة في تونس الكل، فما حتى اختلاف. فلا تدعي شيئا أنت لا تملكه، وفاقد الشيء لا يعطيه. لأنه لو كان فعلا جيت بنية الإعلام البديل كيف ما أقنعتني، ما كنتش نوصل نشوف اللي قاعدة نشوف فيه في قناة كارتاج بلوس بعد ما كانت حلمة. بعد ما كانت حلمة، أنا بالنسبة لي على الأقل كانت حلمة، وكانت فعلا بالنسبة لي فرصة لتقديم الإعلام البديل. تشوكيت بإيقاف برنامج مرأة تونسية، وإنت بيدك حكيت عليه برنامج مرأة تونسية في الافتتاح متاع القناة، وإنت بيدك طرحت السؤال وقلت أنا بيدي مستغرب علاش وقف برنامج مرأة تونسية. وكي شفت قلت الكلام هذاك استبشرت خير، قلت فعلا اخيرا الواحد باش يلقى مع شكون يخدم ويقدم اللي لازمه يتقدم. افاجئ بما نعرفه في لي كوليس، وهذا طبعا اتحفظ عليه لانه كما قلت المجالس بالامانات. ولكن وقت اللي توصل الى هذه المرحله انك تقدح في غيرك، لانه أطلق على مريم الدبيق، طبعا لا 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 تشابه، ما فما حتى تشابه ما بين السيد اللي كنت نحكي عليه وما بين الأسماء هذه اللي محسوب علينا إعلاميين وإعلاميات اللي نشوفوا فيهم، معناها لي كرونيكور واللي كرونيكوز اللي نشوفوا فيهم، معناها عندك أسامي وانت اختار وفضل. لا، معز بن سالم كاتيجوري أخرى، ما نجمش نحطه في نفس الخانة. معز بن سالم مثقف، عنده كما قلت أفكار وعنده منهاج وعنده ينجم يضيف، ينجم يكون ضيف في بلاتو، ينجم يضيف في برنامج اقتصادي، وإلا ينجم ممكن يضيف، لكن تطلق عليه لقب إعلامي، تطلق عليه لقب إعلامي وعندك ناس باش وصلت اللقب هذا اللي هو لقب إعلامي وتم الاعتراف بها. خطرة وسهل في تونس انك تكون إعلامي، اما انك تكون إعلامي البرة ويطلقوا عليك الإعلامي فلان الفلاني او الإعلامية فلان الفلانية، يحب لك كاريير كبير، ويحب لك خدمة كبيرة، ويحب لك مباشر، ويحب لك أخبار، ويحب لك محاورة متاع شخصيات، ويحب لك ارتجال، ويحب لك إتقان للغة العربية، ويحب لك ثقافة عامة، ويحب لك كاريزما، ويحب لك حضور، ويحب لك حيادية وموضوعية. للأسف هذوما ما عادوش لي كريتير في الإعلام التونسي، وهذه آخر شعرة تقطع ما بيني وما بين الإعلام التونسي. لأنه وحدة كيفي تتكلم الكلام هذايا من غير ما تقولوا لي بروشين مو يا بطالة، وقعدتي من القناة القناة، وقعدتي من بلاصة لبلاصة، وكل مرة تضربي في واحد، وكل مرة تنقدي في واحد، لأني كنت وما زلت وسأظل، لأنه الهدف متاعي مش شهرية، ولأنه الهدف متاعي مش خبزة، ولأنه الهدف متاعي مش قدمة، ولأنه الهدف متاعي مش ذل، ولأني كيف ما منذلش للسيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل مسؤول في الدولة احترمه ولكن منذلوش، كيف ما منذلش لأي شخص لمجرد انه ممكن يعطيني بلاصة في التلفزة. انا نجم نعمل سبونسورينج للي فيديو متاعي، نخلص كارت بونكير ونعمل سبونسورينج توصل مئات الالاف من الفو. ودايور معز بن سالم
عرفتوه وعرفناه من الفيسبوك، ما عرفناهوش في التلفزة كي يطلق عليه اليوم لقب إعلامي، مش غلطته. وأكن لهذا الرجل كامل الاحترام، وهني كررتها، ومش مزية، حقه، مش مزية أني نحترمه، حقه علي وواجب، وأكنه كل التقدير، عودتها أكثر من مرة، مش خوف ولكنها حقيقة، أنا ما نخافش ولكنها حقيقة. فمش العيب فيه، العيب في من فتح بلاتواته للي وعمل نفس اللي انقد غيره عليه، وقال يجيبوا في عباد ويسمعوا منهم في إعلاميين ويطلقوا عليهم في لقب إعلاميين، وجاء كالفارس وبش يغير المشهد الإعلامي. فمن تعامل معهم كإعلاميين لأنهم وقفوا له ولأنهم قالوا له راهو اللي صاير ماهوش مش مقنع، واللي صاير لا يختلف في شيء على اللي موجود في القنوات الأخرى، اتك على جنب. وجدت الأسماء ادخلوا يعيشك يا عربي، سلم عليها برشا الوالد الله يحفظها إن شاء الله. سامحني راني سامحوني مانيش نقرأ في التعليقات، سامحوني. قلت لك أمي أنا نحبك أنت وهالة الركبي ونجيب الخطاب الله يرحمه يعطيها ألف صحة وربي يطول في عمر هالة الركبي إن شاء الله، ربي يفضل هالك. أيمن أختي عربية أعمل شان على اليوتيوب خير من التلافز، راهي عندي شان على اليوتيوب أما مازلت مانيش لاهية بها، أنا نخدم في خدمة مانيش نستنى في مردود مادي من وراها، راهو اللي يعمل سبونسورينج واللي يكبر واللي ينجم معناها نجم نعمل أنا توا فيديوهات مثلا في الشان يوتيوب هكا نتاع بوز ونتاع 2-3 مينوت وتو تولي بالملاين الشان. أنا نحب نخدم خدمة متقونة، خدمة نتاع إعلامي بالحق. قاعدة نحاول إني نقرأ التعليقات. باهي حسيلو هذا اللي حبيت نقوله، وهني ما ذكرتش الاسم تاع الشخص اللي أنا نخاطب فيه مراعاة للماء والملح اللي كليناه كعائلات، ومراعاة للثقة العمياء اللي عطيتها رغم أني ما نعرفوش، وعمري في حياتي ما كنت نعرفه قبل، فقط وقت اللي تم التعامل ما بيني وبينه في القناة معناتها في الخدمة، وصدقت وتنازلت على برنامج وين وحقي، وقبلت اني يكون كرونيكاز في سبيل انه يكون فما اعلام بديل. ففوجئت انه لا اختلاف فيما يقدم وما قدم، وفيما نقد وما هو منقود، فما حتى فرق. وانا مع كامل احترامي أنا قلتها في يوم من الأيام في تصريح وهني بش نعودها تويكة، وكن كل الاحترام للسيد صاحب القناة اللي هو سي لسعد خضر صاحب قناة كارتاج بلوس، اللي في يوم من الأيام ناداني وقال لي هاتي برنامج امرأة تونسية وخليه يتعدى على كارتاج بلوس، وجبت امرأة تونسية وخدمته أنا وجريت عليه أنا ونسقت أنا وضيوفي الكل يعرفوا، وتقص البرنامج بعد 7 حلقات. علاش كيفاش شكون قلقوا البرنامج، شكون حبوا يتوقف، شكون حبني انا نبعد على الشاشه، شنو مشكلته معايا، هل مشكلتهم مع نوعيه البرنامج، ما عندي حتى فكره. فجبت بروجي اخر اللي هو وينو حقي، وقتها وجد الاسم اللي انا نحكي عليه تو، وتم النقاش وصار البرنامج اللي تفرجتوا فيه واللي انا كنت نتكلم فيه. كي ترجعوا تتفرجوا وانتم اللي اعطيتوني الرمارك، معناتها مش حتى انا اللي انتبهت، انتم اللي فان اللي معايا اعطيتوني الرمارك، وكي انا وصلت هالرمارك معناتها في الاجتماعات متاعنا قلت راو انا عندي جمهوري تبع فيا سير فيسبوك راو مش عاجبه حضوري، وراو قال انت فكرتك مش قاعدة توصل، وراو كلامك قاعد يتقص، وراهي فكرتك ماهيش قاعدة تبلغ كيف ما يلزم. فقيل لي تبعي في جمهور الفيسبوك وتبعي في آراء الفيسبوك. فأفاجأ اليوم يتم اختيار اسم من الأسماء الناشطة على الفيسبوك ويلقب بلقب الإعلامي ويتعطاله بلاتو كاميرا ودي جورناليست على ذمته باش يقدم برنامج. مدير عام هذه القناة نقد سابقيه وما خلى مجال فيهم، وقت اللي هم زاد اختاروا دي كرونيكر وديزانيماتور من الفيسبوك ومن الانستغرام.
فلا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك كما يقولوا المصريين. وانا هاني موجود على الفيسبوك، حتىش اللي ربي سهل ويخلق ما لم يكن في الحسبان، لانه سبحانه يخلق من لا شيء اشياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.